السلام عليكم. اليوم راح نريفيزيو شويه فرونسي، عفوا تاع 4 دقائق 5 دقائق ماكسيموم نريفيزيو كاع البروغرام تاع فرونسي. على بالي بلي لي بروف تاع فرونسي والدعوه ويصعب الدعوه زعما شغل باش يبينو دايما يبينو روحهم بلي زعما هما نيفو لي زيلاف ما يلحقوهمش، دونك يبداو يصعبو يبداو يعطيو باغ اكزومبل لي تيرم الصعاب يبداو يصعبو يبداو يخلطو في الدروس. ميم اللي جامي قرا فرونسي راح يفهم ان شاء الله الشيء اللي راح نديرو اليوم. ميم اللي عنده باغ اكزومبل عمو فلاح ولا عمو لا علاقه بالفرونسي يعيط له يفهم الشيء هذا اللي راح نديرو ان شاء الله. في الفرونسي بسم الله، في البروغرام تاع الفرونسي نقراو 3 تيب دو تكست، نقراو 3 انواع من النصوص. النص الاول تكست هيستوريك. واش معناتها تكست هيستوريك؟ تكست هيستوريك اوتوماتيكمون تكست هيستوريك يهضر على ليستوار، انفورمي دان في ديستوار، شغل يتحدث عن حدث في الماضي، شغل لو يهضر على حاجه ما دارت في الماضي. تكست هيستوريك وين تعرف باللي هذا تكست هيستوريك؟ تو سامبلومون تلقى فيه دي دات، تلقى تواريخ بزاف، تاريخ منا تاريخ منا تاريخ منا، ديريكتومون هذا تكست هيستوريك. تلقى دي زيد اورغانيزي باغ اوردر كرونولوجيك، اورغانيزي كرونولوجيكمون كيفاش باغ اكزومبل شغل مرتبين، باغ اكزومبل هذا صرا في 1970 ومن بعد هذا صرا في 1973 ومن بعد صرا في 1975، يرتبوا من القديم كاع حتى الجديد. هذا هو لوغد كرونولوجي. تخي بيان، تلقى دي تيموانياج، تلقى الشهود، شغل شاهد يقول لك هذا الشهود او شاهد او شاهد او شاهد او شاهد. جينيرالمون لي فيرب يكونوا كونجوغي او باسي، الافعال يكونوا مصرفين في الماضي. هذا ما كان، هذا هو التكست هيستوريك. وكدا وداروا عليه باغ اكزومبل داروا عليه وحده كبيره. هو التكست هيستوريك هو النص اللي يتحدث على حدث في الماضي، هو النص اللي تلقى فيه بزاف تواريخ، هو النص اللي التواريخ تاعو شغل مرتبين من القديم حتى الجديد، اللي تلقى فيه الشهود والافعال مصرفين في الماضي. هذا ما كان، روحي يا الفرنسي روحي. دوزيام تكست، تكست ارغيمونتاتيف سبيسيالمون في الباك تقراو لو ديبا. واش معناتها لو ديبا؟ لو ديبا هو شغل هذا باغ اكزومبل عنده تاز وهذا عنده اونتي تاز، هذا يدافع على تاز تاعو هذا يدافع على اونتي تاز تاعو، هذا يقول له راك غلط وهذا يقول له راك غلط، هذا يعطي الدليل وهذا يعطي الدليل، حتى واحد فيهم يقنع الدوزيام. بيان سور تكست ان ديبا واش نلقاو فيه؟ نلقاو فيه تاز اي اونتي تاز، ونلقاو ديفون نلقاو شاكان اون تران دو ديفوندر سون بوان دو فيو، كل واحد راهو شغل يدافع على البوان دو فيو تاعو، يدافع على وجهه النظر تاعو. هذا ما كان، هذا هو الديبا. شوف هو تكست ارغيمونتاتيف، لو كان تلقى فيه واحد برك يدافع على الاخر تاعو هذاك يعيطوا له تكست ارغيمونتاتيف نورمال، وكان تلقى زوج باغ اكزومبل تاز و اونتي تاز هذاك ان ديبا، كي يكون واحد برك كي تكون وجهه نظر واحده يكون تكست ارغيمونتاتيف، كي يكونوا زوج وجهات نظر يولي ان ديبا. ثالثيام تكست والاخر هو تكست اكزورتاتيف، تكست اكزورتاتيف. واش معناتها تكست اكزورتاتيف؟ سي تو سامبلومون لابيل باغ اكزومبل انونس، لانونس هذيك باغ اكزومبل سي ان تكست اكزورتاتيف. تكست اكزورتاتيف عنده 3 ايتاب، ليتاب الاولى هي اكسبوزي ليدي باغ اكزومبل بالعربيه باش تفهموا، باغ اكزومبل في حينا يلعبوا الكثير من الاطفال لكن بسبب القمامه فهم يمرضون ولا خافوا عليهم ان يمرضون باغ اكزومبل، هذه ليتاب الاولى. ليتاب دوزيام ارغيمونتي بور لا ديفوندر، تارغيمونتي تعطي لي زارغيمون، وهذه النفايات تضر بالصحه، هذه النفايات لا يمكن للاطفال ان يلعبوا فيها، هذه النفايات تعطي باغ اكزومبل نظره ماشي مليحه على الحي تاعنا. ثالثيام ايتاب سي لونسيان ابل، نتقدم بطلبنا الى السيد باغ اكزومبل رئيس الدائره ان يصلح حالها، ان يصلح ان ينظف تلك النفايات ولا ان يصلح حالها هينا ولا. هذا ما كان اكسبوزي ليدي ارغيمونتي بور لا ديفوندر لانسي ان ابل. هذا ما كان 3 تكست، تكست بروميير تكست سي تكست هيستوريك يهضر على حدث في الماضي، دوزيام تكست سي لو ديبا زوج عباد كل واحد يدافعون على الراي تاعو، ثالثيام تكست سي لو تكست اكزورتاتيف لابيل. هذا ما كان. دوكا باغ اكزومبل يعطيك اون كيستيون يقول لك كاين لو تيب دو تكست، تاك على بالك اوتوماتيكمون بلي تعرف دوكا بلي وقتاش تخير هيستوريك وقتاش تخير ارغيمونتاتيف وقتاش تخير اكزورتاتيف. وربي يعاونكم ان شاء الله. السلام عليكم، اليوم ان شاء الله نديرو اون بتيت ريفيزيون تاع لو كونت روندو بيسك بزاف الناس راهم يشكيو منه، وطاب طاب وكونت روندو وما نبليش انا وسبجكتيف اوبجيكتيف طاب 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 مخلطه، ما هي مخلطه ما والو، ولا غير سي ترو سامبل سامبل بزاف. شوف بسطها على روحك يا خويا،
هذا ما كان لو كونط روندو. بسم الله. وشنو هو لو كونط روندو؟ نتوما راكم تقراو في حاجه ما بالكمش اصلا شنو هي لو كونط روندو. شنو هو بالعربيه؟ وشنو هو لو كونط روندو؟ لو كونط روندو تو سامبلومون هو التقرير. كيقول لك باغ اكزومبل عطاني لو كونط روندو تاع هذا النص، عطاني التقرير واش كاين فيه، واش جا فيه، واش فهمت انت في النص هذا، واش جا في النص هذا، واش عطاك الكاتب فيه. كونط روندو فيه 3 ايطاب. ليطاب الاولى لاكروش، هي البدايه، واش لازم تحط فيها لاكروش باش دير النقطه تاعها. تحط فيها اربع حوايج، وشنو هما؟ لو تيتر العنوان، لا سورس المصدر، لوتور الكاتب، لو تام الموضوع. تيتر سورس اوتور تام. تحط هذا الربع تحط هذا الربع حوايج عندك النقطه تاع لاكروش. بسط على روحك، تمتم خفيف 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 خفيف. لو ديفلوبمون دوزيام ايطاب لو ديفلوبمون شنو هو؟ ديفلوبمون واش دير فيه؟ تلخيص ان ريزومي دو تاكست، ريزومي بصح بطريقتك الخاصه. قال ها واش كان فيه، واش كان فيه، شغل تحط الحوايج المهمين اللي كانوا في التاكست. هذه هي لا دوزيام ايطاب. تروازيام ايطاب لا كونكلوزيون، الخاتمه. واش فيها لا كونكلوزيون؟ فيها فيزي كومونيكاتيف. فيزي كومونيكاتيف، فيزي كومونيكاتيف هو شغل الهدف. علاش 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 الكاتب دار النص هذا؟ علاش لا فيزي تاعو؟ واش كان حاب؟ واش كان يهدف؟ هذا ما كان. انا وجدت لكم ان بلون، ان بلون سامبل كاع على تبعوا بهذه لي زيتاب. هذا ما كان لو بلون. نقول لك فات لو كونط روندو دو سو تيست. نبداو لاكروش دائما تبداو دون سو تيست، دون سو تيست انتيتوي، في هذا النص المعنون، ومن بعد تحطوا العنوان. سا ديبون العنوان تاع التكست واش عطاو لكم. دابخي لا سورس، وتحطوا لا سورس، تحطوا المصدر. المصدر دائما تلقاه تحت التكست. ما نبانيش انا، يجيبو من الانترنت كتابات مزمون. المهم المصدر تلقاه دائما تحت التكست. دون سو تيكست انتيتوي، وتحط التيتر. دابخي لا سورس، وتحط لا سورس. لوتور، ومن بعد تكتب اسمه. نو بارل ا بروبو دو، نو بارل ا بروبو دو، الكاتب، ومن بعد تحط اسمه. يهضر لنا على، ومن بعد تحط لو تام. نو بارل ا بروبو دو، كي تقول نو بارل ا بروبو دو تسمى راك تقول لو تام اللي هيهضر عليه. هذا ما كان. دون سو تيكست انتيتوي نانانانا، دابخي لا سورس نانانانا، لوتور لا لا لا، نو بارل ا بروبو دو طب 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 طب. ومن بعد هادي لاكروش، ومن بعد لو ديفلوبمون. لوتور كومونس بار، ومن بعد تحط الريزومي، الريزومي تاعك، تحط شويه الريزومي تاع الفقرات والاخر. ومن بعد انسويت دابور انفان، تحط هذوك لي زارتيكال لوتور لوجيك. لا فان واش فيها؟ لا فيزي كومونيكاتيف دو لوتور، تحط الهدف تاع لوتور. اذا قال لك كونط روندو، باش ما تخلطكش بين سوبجيكتيف واوبجيكتيف. اذا قال لك كونط روندو اوبجيكتيف، اذا قال لك كونط روندو اوبجيكتيف، ما تحطش لو بوين دو في تاعك، ما تحطش لو بوين دو في تاعك ولا كريتيك تاعك. اذا قال لك كونط روندو سوبجيكتيف، حط البوين دو في تاعك، وحط حط البوين دو في تاعك، وحط الكريتيك تاعك، سي تو. ومن هكا ان شاء الله نوي نحط لكم لي فيديو تاع القرايه في اليوتيوب باش تقدروا تيليشارجيوهم. وان شاء الله الى درس اخر ان شاء الله. سلام.